المكرم مدير إدارة العلاقات العامة، المكرم مدير إدارة المشتريات والمستودعات، المكرم مدير إدارة الخدمات الإدارية، المكرم مدير إدارة تقنية المعلومات، المكرم مدير إدارة الطرق. المكرم مدير إدارة الأمن الصناعي والسلام، المكرم مدير إدارة النقل والمعدات، فريق عمل المنتقى الصناعي السنوي السابع، المنسق العام لفرق العمل، مدير إدارة علاقات المستثمرين المهندس عبد العزيز الشنقيطي. فريق عمل معامل تحديد محاور الملتقى الدكتور وهيب عبد العزيز القاضي. نحمل الشهادة الثانية شكرا مهندس أحمد بن مدني العمل. المهندس عامر بن حسن الغامدي. المهندس ماجد بن عبد العزيز السيد. المهندس محمد بن حسن الشهري. المهندس عبد العزيز عثمان الزهراني. فريق عمل التسجيل والدعوات الأستاذ خالد بن صالح الزهراني والمهندس وليد بن فهد الرشيدي. الأستاذ محمد بن طالب الرفاعي. الأستاذ محمد بن عودة الأحمدي. الأستاذ إياد بن محمد وزقر والأستاذ محمد محمود المالكي. فريق عمل التسويق الأستاذ حاتم بن عبد العزيز الأحمدي. الأستاذ جهاد بن محمد محيط. الأستاذ محمد بن صالح ملا والأستاذ فاروق واجد.